أبحث المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي حث المصريين في الخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. ونوه محمود فوزي خلال مؤتمر صحفي للحملة بأن هذه الانتخابات لها أهمية خاصة في ضوء التحديات الإقليمية، ومضيفا أن المصريين بالخارج في بؤرة اهتمام المرشح الرئاسي. لقاؤنا اليوم بمناسبة قرب تصويت المصريين في الخارج، واللي هيكون إن شاء الله يوم الجمعة والسبت والحد الجايين. وفي هذا السياق أود أن أتوجه بالشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لما بذلته وتبذله من جهود للاستعداد للعملية الانتخابية خارج مصر، والتي ستجري في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة. 121 دولة فيهم 137 مقر حول العالم، وصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد المقرات والعناوين. مش بس كده، أنا أحب أن أنا أشكر الهيئة الوطنية للانتخابات أيضا على عقد لقاءات افتراضية مع السفراء والقناصل رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر في الخارج، حيث تم استعراض القواعد الاسترشادية والضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية خارج البلاد، والرد على كافة الاستفسارات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، فضلا عن متابعة الاستعدادات الخاصة بالبعثات الدبلوماسية بالخارج.